الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي أعطانا أسماعا وأبصارا وعقولا وأفئدة وأيديا وأرجل ونعما كثيرا متتابعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمسلمون في فرنسا جزء من هذا البلد، لذلك لا بد أن يكون لهم أثرهم، ولا بد أن يكون لهم تواصلهم مع مجتمعاتهم، ولا بد أن يكونوا ممن يؤثر في المجتمع ويتفاعل معه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو الذي نسير على هديه. لما وجد في مجتمعه الأول في مكة لم ينزوي على نفسه، بل كان يتواصل مع الناس، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، وكان صلى الله عليه وسلم يتعاون على الخير حتى مع غير المسلمين، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. هذه البلاد يعيش الناس فيها حياة فيها مشاكل شتى في أمورهم النفسية، ومن جهة الاضطراب والجزع والتخوف إلى غير ذلك. لدينا علاج ناجح لهذه المشاكل، ألا نتقرب إلى الله بعرض هذا العلاج على أولئك المرضى؟ في هذه المجتمعات هناك مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، إلى غير ذلك من أنواع المشاكل. عندنا في شريعتنا شريعة رب العالمين التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علاج ناجح لهذه المشاكل، ولذلك علينا أن نتفاعل مع مجتمعاتنا بحل هذه المشاكل بما لدينا من علاج ناجح وارد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وهناك صفات يتصف بها المسلم الذي يعيش في فرنسا أو يعيش في غيرها، ينبغي بنا أن نتذكرها وأن نعرف هذه الصفات حتى نكون ممن اتصف بها. المؤمن مخلص لله عز وجل، موحد، يحرص على أن تكون أعماله كلها لله، ليس الصلاة فقط وليس وجوده في المسجد فقط، بل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. وبالتالي ينبغي بنا أن نتعرف كيف نقلب حياتنا لتكون كلها طاعة لله، وهذا أمر سهل يسير ويجعلك تتفاعل مع الناس ويسلب قلوب الخلق إليك ويجعلك تؤثر فيهم من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون. أليست القلوب بيد الله جل وعلا؟ أليس الله جل وعلا هو الذي يجعل المحبة في قلوب الخلق لمن شاء؟
ألا نسمع قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة من الله ومحبة في قلوب الخلق. انظر لقصة موسى عليه السلام، تلقيه أمه في اليم، يأخذه عدو، يقول الله تعالى: ولتصنع وألقيت عليك إيش؟ محبة. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول. القبول فين؟ في الأرض. من المسلمين فقط؟ لا، حتى من المسلمين. قد لا يدين بدينه لكنه يقدرك. أكبر ما يصيب المسلمين في فرنسا هو من عند أنفسهم، ما يلاحقون به وما يعاملون به من معاملة قد تكون غير مقبولة، هذا ناتج من عند أنفسهم. كيف؟ تصرف الخلق كله بأمر الله جل وعلا، والله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين للعمل الصالح السائرين على طريق الشريعة أن ييسر لهم أمورهم وأن يضع لهم المخارج والفرج في كل ما يؤدونه. وعد من؟ رب العزة والجلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذن قد يكون على المسلمين نوع من أنواع اضطهاد أو مضايقة، فليعودوا إلى أنفسهم ليصلحوا أنفسهم أولا، ليجعل الله جل وعلا لهم من أمرهم يسرا. وإن وجد في حياة المسلم شيء من المضايقة في أول الأمر، لكنه إذا فزع إلى الله واستعان بالصبر والصلاة انقلبت الأحوال له. وشاهد هذا على مدار التاريخ العديد من الوقائع في حياة الأمة. الأمر الآخر الذي أو من أهم ما يكون مما يدخل في هذا التخلق بالأخلاق الشرعية الإسلامية. إذا نظر الإنسان إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يؤذى فيصبر ويحتسب لله فيورثه الله العاقبة الحميدة، بل يتعرض لصنوف من المكر والخديعة والخيانة فيقابل ذلك كله بالصبر والاحتساب وفعل الأسباب المؤدية إلى التخلص من مثل هذا المكر فينصره الله جل وعلا. أورد بعض النماذج. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إيش التوجيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره،
إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه الوسيلة الشرعية لرد مكر الماكرين. وانظر للآية الأخرى أصرح منها: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وشاهد هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجة عائشة رضي الله عنها، يقابله اليهود. أين؟ في المدينة. الدولة لمن؟ للمسلمين. قائد المسلمين من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقابله اليهود ويقولون: السلام عليكم، يعني الموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. كانت عائشة في جواره، قالت: بل عليكم الغضب واللعنة والسام بقوة صوت عالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا يا عائشة؟ قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ لقد قالوا: السام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم. فيستجاب لنا ولا يستجاب لها. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. صور لو أخوك ابن أمك وأبيك يقول: جعلك الموت، ماذا ستفعل؟ وانت خاصر منه وتقاتله. وانظر إلى خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأورثه الله العاقبة الحميدة. لا يعني هذا أننا لا نطالب بما يحقق مصالح المسلمين في هذه البلاد، لا، نحتسب للأجر ونسعى ونبذل الأسباب ونحاول أن نغير أي مضايقة أو اضطهاد على المسلمين بكل وسيلة نتمكن منها، ما لم تكن وسيلة محرمة، لعل الله جل وعلا يصلح الحال ويغير الأمور. ومن أعظم ذلك التضرع بين يدي رب العزة والجلال، أن يهيئ الأمور وأن ييسرها، فإن دعاء الله سلاح عظيم. والله جل وعلا قد أخبر أنه يجيب دعاء الداعين متى دعوه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا دعوت فلا يكن دعاؤك مقتصرا على نفسك، ادع للمسلمين عامة، ادع أن يهيئ الله من أمور المسلمين ما تصلح به أحوالهم وتستقيم به أمورهم ويكفيهم الله شر من أراد بهم شرا. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. نعم، الإكثار من ذكر الله، فإن المؤمنين يتصفون بهذه الصفة، لا يذكرون الله فقط بل يكثرون من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم.
إذا ذكرت الله ذكرك الله فكفاك الله شر كل ذي شر. ولذلك علينا بالإكثار من ذكر الله. الشياطين تفر من ذكر الله. ولذلك إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كما في الحديث، يفر من ذكر الله. إذا فرت الشياطين منك لكونك تذكر الله كفاك الله شر عدائك. فإن الشياطين تؤزهم أزا كما في الآية. ولذلك إذا أكثرت من ذكر الله خنست الشياطين وعجزت عنك ولم تتمكن من تسليط أوليائها وأتباعها من الإنس عليك. ولا يخاف الإنسان من شيء من المخلوقات، بل ينبغي أن يكون خوفه كله من الله. الرئيس والمرؤوس، الوزير والموظف، العسكري والمدني، كلهم يتصرف فيهم رب العزة والجلال. يمكن أحد منهم يخرج عن قدر الله؟ في أحد منهم يمكن يخرج؟ إذن كيف تخاف منه؟ تخاف من الله. إذا خفت من الله وقاك الله كل شر. الخائف من البشر قلبه مرتعد، تجده خائفا وجلا مضطربا. والذي لا يخاف إلا الله فإنه ساكن القلب مطمئن البال، يقيه الله من الشرور ما لا يحسى له. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه صفة المؤمنين. من اتحد عنده مصدر الخوف أمنا، ومن تعدد قلق واضطرب. واضح هذا ولا نجيب مثال يوضحه؟ الأيام هذه في فرنسا برد، لو قدر أنك في غرفة فيها شقوق، هنا شق وهنا شق وهنا شق وهنا شق وهنا شق، حينئذ سيدخل البرد من كل مكان. إن سددت هذا المكان باقي أمكنة كثيرة، كلما سددت مكانا انفتح عليك المكان الأول، فبالتالي أنت في عمل دائب، ومع ذلك لم تحصل على الدفء الذي تؤمل فيه. لكن الآخر عنده غرفة فيها شق واحد لكن كبير، والبقية الغرفة ليس فيها شقوق، فقام بإغلاق ذلك الشق وانتبه عينه على هذا الشق فقط. أيهما أكثر هدوء بال، الأول أو الثاني؟ الأول ما عنده إلا شقوق صغيرة، والثاني عنده شق كبير. يقول لكنه واحد، فهو يلاحظ وهو يراقبه، والآخر شقوق كثيرة تتعبه، متى سد واحدا انبثق عليه الثاني. هذا مثل ذلك الذي يخاف الله، ومثل ذلك الذي يخاف المخلوق. من خاف من الله وقاه الله كل أمر مخلوق. ومما يتعلق بصفات المسلم أن يكون حريصا على الصبر، يصبر على ما جاء ويعلم العاقبة له. حصول أذى يصبر، ما أحد سنه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال بالأمثال.
ومن صفات المؤمن أنه يقابل العفو، يقابل الإساءة بالعفو والإحسان. سبحان الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فهو يقول: اللهم اغفر لقومي، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. من الذي يتصف منكم بهذه الصفة؟ قالوا: يا رسول الله، إن قريشا فعلت وفعلت وفعلت، فادعوا الله عليهم. قال: إني لم أبعث لعامة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وجاء الطفيل بن عمرو، أخذ له مدة يدعو قومه بني دوس. قال: يا رسول الله، ادعوا على دوس. فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى القبلة، توقع الصحابة دعاء شديدا، فمسك رؤوسه يدعوها، فقال: اللهم اهدي قوسا واتي به، اللهم اهدي دوسا واتي به. رجع الطفيل إلى قومه له مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله. فلما دخل على قومه قالت زوجته، دخلت على زوجته وكلمته، قال: لا أكلمك حتى تسلم. دخل عليه قرابته، قال: لا أحدثكم حتى تسلموا. فأسلموا في ليلة واحدة. الله أكبر، القلوب بين يدي رب العزة وجلاله. يقول القائل منا: أخي لم يسلم، أبي لم يسلم، أمي لم تسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك وظيفة: تعامل حسن، قول طيب، شرح للإسلام وبيان لحقيقته وتعريف بسماحته، هذه وظيفتك. إن عليك إلا البلاغ، أديت المهمة، والباقي على رب العزة وجل. ولذلك أيضا من صفات المسلم التوكل على الله بتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله، أو بأمر الأرزاق، أو بأمر صلاح الولد، أو بغير ذلك مما ترغب به النفوس. أنت تبذل السبب ثم تفوض الأمور على الله. كم من واحد عمل أعمالا كثيرة في الاكتساب فلم يحصل على شيء، وإنما حصل على خسائر. تسمعون بأخبار الناس في هذا. وكم من إنسان يعمل أعمالا قليلة ويكسب أموالا كثيرة، والذين يكسبون المال يتفاوتون. واحد يكسب مالا قليلا لكن الله يبارك له فيه فيقضي به حوائجه، والآخر يكسب أموالا كثيرة لكنها تضيع هباء منثورا. واضح هذا عندكم ولا آتي بأمثلة في حياتكم تشاهدونها؟ ها غربي ما آتي بأمثلة؟ طيب، ميزان. دكانان متجاوران، أحدهما سباك والآخر صاحب عقارات. السباك من الساعة السابعة هو قد فتح محله ولا يغلق إلا السابعة مساء، وتعب وعجز ولم يحصل إلا أموالا قليلة، والذي بجواره رأي مكتب عقار افتتح الساعة 11 ويغلق الساعة 3،
يأتي في ذلك اليوم ثلاث صفقات، الصفقة الواحدة تساوي أجرة جارة لمدة شهر كامل. هذا ما هو واقع في حياة الناس. يكتسب المال الكثير ثم يذهب في آخر النهار إلى صلاة القمار فتضيع أمواله هباء منثورا. هكذا أيضا فيما يتعلق بجهدك سواء في دعوتك إلى الله، لابد إذا أردت النتائج الحميدة أن تفوض الأمر على الله، تبذل السبب وتتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا بطونها ليس فيها شيء، وتروح بطانا بطونها مليئة. ولا يعني هذا أن الإنسان يكون بطانا لا يبذل الأسباب، بل لابد من بذل السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يسأل قال: لن يحتطب أحدكم فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لماذا؟ هذا اكتساب مأمور به في الشرع. ولذلك كان في أول الإسلام صلاة الليل واجبة، خفف بأسباب منها الرحلة في الاكتساب. متى اكتسب الإنسان ناويا للتقرب، ناويا للتقرب لله، كان مأجورا مثابا، عبادة من العبادات بالنية الصالحة. من أكبر ما يعين المسلمين في فرنسا على أداء مهمتهم وأعمالهم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يكونوا لحمة واحدة. قال فلان يا أخي مذنب، طيب المذنب من باب التعاون معهم تنصحه وتكرر عليه النصيحة، أما إذا قطع فإنه سيستمر في غيه بل يزيد. وانظر إلى حديث الرجل الذي كان يؤتى به لكونه يشرب الخمر فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم. فوقوع المعصية من العبد يتطلب منك أن تكثر من العناية به بنصيحة وإرشاد وقول طيب ومصاحبة بالحسنى لعل الله أن يهديه على يدك، ثم تتعاون معه على ما فيه خير ونفع إما له أو لأحد من المسلمين أو فيه نفع عام، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويتقرب الإنسان بالحرص على الحوائج العامة للمسلمين خصوصا في هذه البلاد. نحن نحتاج إلى مساجد للجالية لكثرة الجالية، نحتاج إلى مدارس، نحتاج إلى مقابر، نحتاج أمورا كثيرة، فلا بد من التعاون من أجل تحقيقها والحصول عليها واحتساب الأجر في بذل الأسباب لجلبها للمسلمين. متى اشتغل بعضنا في بعض سبا وقدحا وتجريحا خالفنا أدلة الشريعة التي تأمرنا بأن نكون إخوة، إنما المؤمنون إخوة.
ومن مقتضى الأخوة التعاون على الخير والبر. وبالتالي نحرص على جمع كلمة المسلمين. إذا لم يكن بينهم تعاون فلا أقل من أن لا يكون بينهم تنافر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يصبر الإنسان على خطأ إخوانه عليه ويحتسب الأجر في هذا. واصبروا إن الله مع الصابرين، يعينهم ويمدهم. كذلك يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لهم ماذا؟ عذاب عظيم. وبالتالي نجتنب أسباب الفرقة والاختلاف. ومن أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التحزبات والعصبية لاسم أو قبيلة أو مذهب. إحنا ما عندنا إلا كتاب وسنة. كل من دعاك إلى جماعة أو تنظيم غير الكتاب والسنة هذا غير مقبول. المسلمون الجامع بينهم هذا الدين. فأي حزب أو أي تجمع يجعل الولاء والبراء بناء عليه، من انضم معنا فهو منا نثني عليه ونمدحه، ومن لم يكن فيه ذممناه وقدحنا فيه وسببناه وتكلمنا عليه، هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا جاهلية. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن ثم فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بدرء مثل هذه التسميات وابتعاد المسلمين عن هذه التحزبات. لا بد أن يكون ولاؤنا وبراؤنا لله، فإن من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. أما من أعطى لعصبية أو جاهلية أو اسم أو غير ذلك هذا لا يقبل منه، وليس من الإسلام في شيء. ترى هذا معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس. وكونه انتسب إلى هذه التحزبات يكون مخطئا فيها لا يعني أننا نقوم بإيذائه، فإن اسم الإيمان لا زال موجودا عنده، وبالتالي فنحن نحبه ونواليه لكن نكره انتماءه لهذا الاسم، وننصح ونشير عليه ونتكلم معه ونبين له الخطأ في جعله الولاء والبراء على ذلك الاسم. الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا وليهم الله. الولاية على نوعين، ولاية الله على نوعين: ولاية عامة تشمل كل مؤمن، وولاية خاصة لا تشمل إلا المؤمن المتقي. المؤمن المتقي وهي المذكورة في قوله سبحانه، الولاية العامة المذكورة في قوله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا. والولاية الخاصة مذكورة في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
هؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الذين يسعدون في الدنيا ولو جاءتهم مصائب، ارتاحوا هادئوا البال قنعون بما آتاهم الله، غيرهم يحمس حمسا وهم يرجون من الله ما لا يرجوه غيرهم. ولذلك من خصال المؤمن في فرنسا وفي غير فرنسا أنه على يقين تام بأن الله معه، وأن الله سينصره، وأن الله سيؤيده، وأن الله مظهر دينه ولو كره الكافر، وأن العاقبة الحميدة ستكون له في الدنيا والآخرة، والعاقبة للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذي تكلم بهذا من هو؟ عاجز عن تحقيق وعده، جاهل بالعواقب، غير مدرك لما تكون عليه الأمور؟ لا والله، لا والله، لا والله، حاشا الله. فهو القادر العليم الذي لا يعجزه شيء، وهو الصادق في خبره الذي لا يمكن أن يتخلف وعده. لكن الإشكالية فينا نحن، هل قمنا بإيماننا أو فرطنا وتهاوننا؟ والمؤمن عندما يقوم بدينه يرجو الله والدار الآخرة، فتأتيه الدنيا وهي راغمة. نياتنا ليست للدنيا، نياتنا إيش؟ الآخرة، فتأتينا الدنيا وهي راغمة. ومن أعظم ما يكون به إيماننا استقامتنا على ديننا، فإن الذين استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة تكون بالمحافظة على شعائر الدين، ومن أعظمها إفراد الله بالعبادة. قلوبنا متعلقة بالله خوفا ورجاء ومحبة وتوكلا، لا تنصرف القلوب لأحد من الخلق، لا يدعو الإنسان أحدا من المخلوقين، وتوكل على الله. ومن أعظم أنواع الاستقامة فعل الصلاة، وأولاها صلاة الفرض، الصلوات الخمس تفعل جماعة في المساجد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغلو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. من هو يقول هذا؟ الرزاق الذي له مقاليد السماوات والأرض، الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكذلك فيما يتعلق بأمر الزكاة وملاحظة حال الفقراء، هذا من شعائر الدين. وهكذا صيام الإنسان، وخصوصا الصيام الفرض في نهار رمضان، هذه شعيرة ظاهرة لا بد أن نبرزها وأن نجليها للناس. ثم بعد ذلك النوافل من هذه الأعمال، نوافل الصلاة سواء بالسنن الرواتب أو بصلاة الليل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. شوف لاحظ كلمة استعينوا،
من صفات المسلم في فرنسا أنه يعود إلى مصدر الشريعة الكتاب والسنة. في زماننا اليوم من فضل الله آتى الله لنا بوسائل عديدة نتمكن بها من قراءة القرآن وسماعه. أليست الطباعة توفرت في عصرنا؟ يتمكن الإنسان من شراء وأخذ المصحف بأثمان زهيدة، أليس الأمر كذلك؟ أليس اليوم نتمكن من أخذ الأشرطة بأثمنة زهيدة قليلة، تضعها في سيارتك، تضعها في بيتك؟ ألسنا اليوم نتمكن من إدخال هذه القنوات الطيبة المصلحة التي تحث التي تعرض آيات القرآن في بيوتنا؟ ألسنا في عصرنا الحاضر نتمكن من وسائل عديدة تسهل لنا سماع القرآن وسماع السنة؟ لماذا أعرضنا مع السهولة؟ إذا كان سماع القرآن من أسباب رحمة الله فكيف نزهد فيها؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من منكم لا يريد رحمة الله؟ السماع سهل، والذكر ذكر الله سهل. أنت في سيارتك تتمكن من السماع، إذا جلست في الانتظار تنتظر موعد الطبيب أو تنتظر فراغ الموظف لينهي معاملتك، أخرجت جوالك وبدأت تقرأ الآيات القرآنية المسجلة في البرنامج اللي في الجوال. صعب هذا؟ عظيم النفع قليل العمل. والله لا يطلب منك بذل أموال عشان تقول أنا والله ما أدري نفسي ما تتشجع، ولا يطلب منك جهاد وقتال، إنما ذكر باللسان سهل خفيف عظيم النفع كبير الأثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا أردت إنجاز معاملة لك في إحدى الدوائر، رح تبحث من فيها؟ أبحث عن واسطة. إن هذا واسطة بينك وبين الله، القرآن واسطة بينك وبين الله. اقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كم من الوقت تضيعونه هدرا لا تنتفعون به؟ دي خمس جرائد يقرأ هذه، تروح من الوقت 20 دقيقة، والثانية 15، لأن بينها أخبار مكررة. طيب وبعدين وش الثمرة في طول سنتك؟ كم حصلت من الفوائد من قراءتك من هالجرائد؟ في المقابل نضيع المنفعة الحقيقية. كم من الأوقات تضيع هباء منثورا؟ جالس في السيارة يهوجس، فلان قال لي كذا، وش يعني، وش يقصد، ماذا يترتب عليه؟ طيب لماذا؟ ما الفائدة؟ كلكم كذلك بدون استثناء. ما الفائدة وما الثمرة؟ عمر يكلم، نضيع أوقاتنا هباء منثورا بلا فائدة. أخي على الأقل إذا كان أنك الشيطان مسيطر عليك تقول ما بسمع القرآن، اسمع السنة، اذكر الله بلسانك، تعلم علما نافعا يعني ينفعك ويعود عليك بالأثر الطيب. ما تعلم لغة
عربية ولا تعلم لغة أخرى ولا تعلم علما من العلوم ينفعك ثم في دنياك وآخرتك؟ هذا الذي تصلح به أحوالنا بإذن الله. أما هذا الهدر في الحياة فوالله أثره ليس بالقليل، أثره السيء علينا ليس بالقليل. نهدر حياتنا، لأن قيمتك وقت حياتك، فإذا كنت تضيع هذا الوقت فيما لا فائدة فيه فأنت مغفل. نعم مغفل أنت. وأعظم من هذا، أعظم تغفيلا من هذا، من يضيع وقته في معصية الله. تلقاه يبذل الأسباب الكثيرة لمعصية قليلة، مغفل مجنون. يفتح الانترنت ويشاهد المشاهد المحرمة، يجلب القنوات التي تعرض العروض السيئة، أنت مطالب بأن تحمي وقتك من السوء، بأن تصرف وقتك في الخير، تروح تصرف في السوء، ما أنصحك لك. وأعظم هذا شناعة تلك المحال السيئة التي تعرض السوء والمعاصي، دور خمور، دور بيضة يكون الإنسان حولها. وبعدين كم من المال تضيع هنا، كم من الوقت، كم من الصحة، كم ماذا تستفيد، ما الثمرة؟ إذا لم يكن عندك دين فليكن عندك عقل تنفع ما يفيدك، تعرف ما يفيدك. ثم بعد ذلك ننظر في هذه القنوات تبث السوء والشر، ليس في السلوك فقط، حتى في العقائد. وإذا استمع إليها من لا يحيط بالعقائد الصحيحة فإن العقائد السيئة تتمكن منه. قلب خالي ليس فيه ذكر لله وليس فيه علم، فلا استغراب أن تدخل في هذه العقائد الفاسدة من حيث لا يشعر. ولذلك نهانا الله عن الاستماع إلى هذه المقالات السيئة. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أعوذ بالله. إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت، خطاب لمن؟ لا شك أن النبي داخل في هذا الخطاب، ومع ذلك يقال له: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن أنت اللي ما تسوى ظفر من أظهار النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت بمعزل عن هذا الأمر الإلهي؟ إذا كان يقال لرسول صلى الله عليه وسلم الذي عنده من اليقين والعلم والخشية لله والعلم به هذا التوجيه فكيف به؟ قال: لا يا أخي، أنا أعرف وأنا عندي مهارة، أعرف من الرسول الذي يقول: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم. لا والله أتخسى، والله ما تسوى من شيء. ومع ذلك قال له ذلك.
وأشنع من هذا فيما يتعلق بهذه القنوات أن تقوم بجلبها لأبنائك وجلبها لمن تحت يدك، وبالتالي تربيهم على العلم الرديء، تورث لهم العقائد الفاسدة، تورث لهم تعلم أو تورث لهم الابتعاد عن تعلم اللغة العربية التي نزل بها القرآن. العاقبة ما هي؟ لذلك هذا أحد أكبر التحديات التي تواجه المسلمين في فرنسا، ما يتعلق بالعناية بصلاح الأولاد. هذه كلها قطبة في الزبالة. تعرف عربي؟ لا ما تعرف عربي. خليني أجمع. أشهد الله على محبتكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الموطن أن يجمعني بكم في جنة الخلد في آل علي. أوصيكم في آخر كلمة هذه بأمرين مهمين، بأمرين مهمين. الأمر الأول التوبة. ما من أحد منكم إلا سيذنب، وبالتالي إذا عملت ذنبا فعليك بما يمسحه. إذا امتلأت هذه الطاولة من هذه الأوراق بوبيل نظفها حتى تبقى صافية نقية. كيف نصفي نفوسنا من هذه الذنوب؟ هذه الذنوب تؤثر علينا سخط رب العالمين حتى في فهم الإنسان. صاحب المعصية لا يفهم فهما جيدا، شاهد هذا قول سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما عملوه من المعاصي غطى على قلوبهم وران عليها حتى أصبحت لا تدرك الحق ولا تميزه. لذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. إذا عمل العبد معصية ومحاها زال أثرها، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات. أن تكلمت في زيد بالقدح والسب لا بد تمحوه. كيف تمحوه؟ تتكلم فيه بالكلام الطيب وتثني عليه، فالحسنات تذهب السيئات. كون العبد يعصي ثم يتوب يقلب سيئاته إلى أن تكون حسنات. شوف، هذا فوق الموازين العقلية. واحد في البنك عنده حساب مدين، عليه في البنك 200,000 يورو دين، مسكين. هل يمكن أن يقلبها لتكون بدل ما هي بالناقص تكون بالزائد وتصبح له بدل أن تكون عليه؟ في الموازين البشرية ما يمكن، لكن عند الله ممكن، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربك كريم لكن أنت البخيل. أعمل نفسك له القليل وأبشر. كون العبد يذنب لا ينافي درجة الكمال، لكن الذي ينافيها أنه إذا أذنب لم يتب. يقول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الذنب لا ينافي التقوى، إنما الذي ينافي التقوى عدم التوبة. اسمع للآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاحشة وش معناها؟ فعلوا فاحشة، ما معنى فاحشة؟ من يجيب؟ ها؟ ما معنى فاحشة؟ معصية كبيرة. فاحشة معناها معصية كبيرة. وأنت الآن في فرصة قدامك، الدولة قد تعلن إعلان تقول إيش؟ ما يسمونه؟ هدنة، اللي يسلم نفسه عفو عنه، ما يسمونه؟ العفو العام، أمنستي. قدامك الآن ما زلت في فرصة الإنكار. والذي أوصيكم به ثانيا الحرص على تقوى رب العالمين. الله يراقبك. يراقب ولا ما يراقب؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعندك ملائكة يسجلون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حتى اللي في فرنسا، ها؟ حتى اللي في فرنسا. وبالتالي كل شيء مسجل. ثم إن ربك هو الذي خلقك ورزقك وأدر عليك النعم، بصر، سمع، لسان، يدين. والله لو تحرك عرق من عروق بدنك صار والله ما تستطيع تهن في حياتك. عرق واحد كم في جسدك من العروق؟ ضعيف، أنت ضعيف. تأتي حشرة، ميكروب أو فيروس لا يرى إلا بالمجاهيل المكبرة تكبيرا شديدا فيرديك على الأرض. طيبوبة، إيش فيه؟ قال فيه فيروس. قال الرجال الكبير الطويل العريض يأتي فيروس. هو تقدير رب العزة وجل. هل أحد منكم يا من في هذا المجلس يأمن وهو جالس أمامنا الآن أن يأتيه سكتة قلبية أوجلت الدماغ وصير هذا آخر الحياة العهد به؟ في أحد منكم يأمن؟ إذا كان الأمر كذلك ثم كنا نعلم أن عما قريب سيحاسبنا الله. قف يا فلان، عملت في اليوم الفلاني كذا وعملت في اليوم الفلاني كذا،
لن يترك من أعمالك لا قليل ولا كثير. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم لتسألن عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نار إيش؟ نار جهنم. فاتقوا النار ولو بشق تمر. فيها أن العمل القليل قد ينتج الأعمال الكثيرة، الثمرات الكثيرة. شق تمرة يعني نصف تمرة. إذا كان شق التمرة قد يؤثر ويثمر الوقاية من نار جهنم، فما أعظم كرم رب العالمين. ثم إن أمامك الجنة والنار. إن كنت من الجنة لمن؟ أعدت للمتقين. تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. تبي النار أو ما تعرف عربي؟ تبي النار؟ إذا كنت تريد لا تريد النار فاهرب منها بعمل صالح. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك عمل صالح. كلهم دعوا لك من ربك. إن شاء الله هؤلاء أخيار من خير من في هذه الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يكفينا وإياكم النار. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلنا ممن وفق لعمل صالح يدخل به الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا راضون عنك فارض عنا. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نحبك فأحبنا. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك مغفرة لذنوبنا. ربنا قد أسرفنا في الذنوب وأكثرنا من الخطايا، كم من معصية قد فعلناها، وكم من سيئة قد أقدمنا عليها، لا يسعها إلا عفوك. فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم. بارك الله في شيخنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله تعالى سنؤذن ثم نصلي وتكون الترجمة، ثم بعد ذلك الأسئلة إن شاء الله تعالى. وتعلمون أن الشيخ يعني أراد بكل هذه الأوراق إلى كما قال كوبيل، فهو يريد أن تكون الأسئلة مباشرة. هذا الشيخ يحب الشيخ، وسيكون ذلك بإذن الله تعالى بعد الترجمة إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله.